نبدأ بقى ونتكلم على النهارده. وزي ما كنت بقول لحضراتكم، مباراه في غايه الاهميه، بنتكلم مصر والجزائر، وده ناس كتير قوي بتشوفه اول اختبار حقيقي بقى للمنتخب، وكمان في اخر سنتين تقريبا من اخر مباراه خرجنا فيها من كاس الامم في 2019 طبعا امام جنوب افريقيا. الجزائر هتلعب بدون 8 او 10 محترفين يا كريم، زي ما احنا عارفين طبعا من القوامر الاساسي، ابرزهم محرز وسليماني وغيرهم، لكن هتظل برضو الجزائر هي الجزائر. يعني البعض يقول لك لا لا، على فكره الفريق يعني النهارده ممكن ما يبقاش في قوته المعهودة وغيره، لا، بس الجزائر برضو يعني منتخب قوي جدا.